ومن بغداد معنا من الأوائل الطالب عمار عبد السلام، موجود نستقبل الآن. أهلا عمار، ومبارك النجاح والتفوق. الله يبارك فيك، شكرا. عمار الحمد لله أول شيء. أكيد الحمد لله، أكيد هذا تتويج لتعبك واجتهادك ومساندة الأهل أكيد. عمار، شلون كانت الرحلة للسادس؟ بس ياسر مو عمار. ياسر، ياسر؟ أي ياسر عمار. أي ياسر عمار. أي ياسر عمار، شلون كانت الرحلة؟ والله يعني صعبة صراحة، ويعني هواية عقبات شفت بالطريق، ويعني لازم هي بيها تعب، لأنه هي أصعب سنة تقريبا من هذول 12 سنة مال دراسة، هي أصعب وحدة. نعم، يعني ما أتوقع من أول ابتدائي لحد الخامس ما أتوقع أكو سنة أصعب من السادس، لأنه كلها مو بهالكمية من الدراسة، مو بهالمناهج، يعني انه مناهج ضخمة كانت حتى. نعم، وشالوا الحذوفات حتى بسنتنا. كنا متأملين عليها، بس يعني الوزارة شالتها. وهي ايضا يعني سنة حاسمة، لانه انت اذا تريد اي كلية تريد تدخلها وببالك لازم معدل، فاضافة الى توتر الاهل والناس كلها تشوفها بصف السادس، هي البيت كلها في حالة استنفار كاملة، مو صحيح؟ فأكيد يعني مع يعني كل الصعوبات، يعني منا أيضا أكدت على نفس الموضوع اللي هي الصعوبات والحذوفات ما كانت موجودة، بس الحمد لله قدرتوا أنتم تتجاوزوها تطلعون من الأوائل. اي قدرنا الحمد لله، زين ياسر. وطبعا بجهودي وبجهود المدرسه بجهود الاهل، لانه هم يعني تحملونا السنه كلها وتقلباتنا وهاي، يعني هم مو قليله طبعا، وسهروا ويانا وظلوا اي اكيد. طب ياسر، انت كنت متفوق من البدايه؟ باي سنه؟ انه اي والله يعني من الاول ابتدائي. ما شاء الله، تقريبا كنت يعني دائما الاول على المدرسه، الثاني اي دائما. طيب، منى كانت ويانا وقالت انه كل وقتها مكرس كان للدراسه، ما كانت تمارس اي نوع من الهوايات، انت شلون الحال وياك؟ نفس الشيء لو؟ لا صراحه، يعني كنت اطلع همين عادي شويه، كنت مرات ارسم، مرات يعني اسوي هوايات، اقرا كتب، مو كلها للدراسه صراحه. أي، يعني اقرا روايات هاي، لانه اذا كلها للدراسه لما نوصل بالاخير اللي هي اهم فتره، فتره المراجعه، نعم، نلقى طاقتنا كلها خلصانه. صحيح، من يعني واحد ما له واهس بعد يقرا. صحيح، فانه لازم مو من البدايه نخلي كل وقتنا للدراسه، لازم يعني هم نخلي بريكات، ناخذ استراحات. صحيح، واحد يطلع، واحد يشوف ناس، لان كلش مهم هذا الشيء. صحيح، أنا وياك. يعني إذا أنت كانت عندك خطة إنه شوية ترفه عن نفسك وتدرس، يعني إنه الدراسة ما تمنع إنه الواحد شوية يرفه عن نفسه، ياخذ شوية استراحة، يغير المواضيع. عافية عليك ياس. إي بالضبط، يعني حتى اكو كانت تجي هيك أيام يعني كل شيء ما أقرأ، يعني شوية آخذ استراحات، لأنه تعرفين الأسبوع كله لازم ضغط كامل، يعني إنه نقرأ كل شيء يوم بيومه، ما يصير يعني انه نعوف شيء راكمه لبعدين. نعم. فبس انا اقول فتره المراجعه هاي لازم بعد، لا طلعات ولا اي هوايات، أي نقابل الكتب ونقعد بهاي الفتره. طيب ياسر، انت كنت متوقع تكون من الاوائل بالعراق؟ اوكي، وانا كنت متوقع معدل عالي، بس من الاوائل لا، يعني وشلون استقبلوك؟ كنت عبالي عندي غلط بالعربي. يبقى شوية شك، يعني واحد قد ما هو شاطر بس يبقى شوية شك انه يعني. طيب شلون بالمدرسة؟ سووا لك احتفال؟ شلون استقبلوك؟ شلون احكي لنا شلون كانت الأجواء بالمدرسة؟ بعد والله ما رحت للمدرسة. بعدني حد بعد الآن؟ بعدني ما رحت. اليوم راح نشوفوك بالظهيرة. بالبيت بس. اي هو. طيب وين عينك على الطب؟
صراحة لا، مو على الطب، بس حلمي أكمل دراسة خارج العراق، يعني بريطانيا، يم خالة، لأن خالة هناك، بأي اختصاص؟ هناك قاعد أكمل هندسة أو هيك شيء، يعني فروع بها رياضيات وفيزياء. نعم. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله يتحقق حلمك. والأهل شلون كانوا مسوين؟ هم كانوا دائما يطالبوك إنه تكون الأول؟ أحيانا الأول دائما هم يعاني من ضغط، إنه أنت لازم تكون متفوق في كل مرحلة، لازم، صح؟ حكي بيناتنا، كان اكو هيك ضغط عليك؟ لو يعني حتى أي صح، صراحة كان اكو يعني مرات بالمراجعة همين مو تجي يعني هيك أقفل بعد، ما أقدر أقولهم ما أريد أقرأ بعد، فهم يحجون علي يا أريدك الأول، أريد أعلى درجات. أي بس يعني عادي، يلا نعتبره هذا المعدل يوخر كل نعتبره هاي المشاكل، نعتبره من التحفيز يعني، من المحبة. طيب اليوم إذا يعني للأسف بعض الطلاب اليوم للأسف بعض الطلاب ما قدروا يجتازون هذه المرحلة، فشو تقول لهم؟ أنا أريد الكلام مو من عندي، من عندك، اللي ما قدروا يجتازون هذه المرحلة. أنا قلت بالبداية إنه دائما أكو بدايات جديدة ولازم نتوقف عند الأخطاء، أنت شو تقولهم؟ صح. أي صحيح، يعني شقد أكو طلاب عادوا سنة، لأنه بالسنة الأولى يعني ما شافوا معدل زين، ما قرأوا زين، يجوز يصير عندهم مشاكل عادي، يعني لي يتحطمون، لي يصير بهم شيء، لأنه يجوز بالسنة الثانية حيجيبون معدل ويجوز يطلعون من الأوائل حتى. نعم. يعني شقد شايف ناس همين عايدين سنة و جايبين المعدلات اللي يريدوها وطابين القسم اللي يريدوه والاختصاص اللي يريدوه، وابد ما مأثر على حياتهم، يعني عادي لا يتحطمون، يقولون نعم. بدايه جديده ويقررون يبدون من جديد. نعم، طبعا على الشاشه الان تظهر قائمه بالاوائل في العراق، ما شاء الله، يعني يمكن اكثر من 76 من الاوائل اللي جابوا معدل 100%، يعني 700 بالمواد السبعه، ومبارك للجميع. ودائما احنا نقول للي يحب يعيد حتى يجيب المعدل او اللي رسب، نقول للاهالي انه يعني سووا نقاش ويا اولادكم، شوفوا عرفوا شنو الاسباب، وين الخلل، حتى بالتالي يتجنبون كل الاخطاء اللي وقعوا بها، وبالتالي التوفيق لكل مجتهد، لكل مجتهد نصيب مثل ما يقولون ياسر. فياسر فخورين بك اكيد، اتمنى لك مستقبل باهر، وان شاء الله يكون احلى احتفال. شكرا. بالمدرسه بيك، وشكرا جزيلا اليوم انت ويانا بالظهيره. عفوا، متشرف بيكم، في امان الله.